السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة البرامج الخاصة، معكم المهندس عبد اللطيف في المعمل رقم 2 من معامل مادتي الباور أند إندستريال إلكترونكس. المعمل ده هنناقش فيه تجربة الهاف ويف ريكتفاير، هاف ويف كنترول ريكتفاير. المعمل اللي فات خدنا فيه الهاف ويف أن كنترول ريكتفاير. فالدايرة ديت كدايرة باور، لو أنا هرسمها مثلا هتلاقيها عبارة عن سيرستور توازي مع لود توازي مع سبلاي اي سي. يعني عندي كم عنصر؟ عندي فيها 3 عناصر: لود، سيرستور، سبلاي اي سي. السبلاي ليه طرفين، طرف منه متوصل على السيرستور والطرف الثاني متوصل على اللود. السيرستور ليه طرفين، الطرف الاولاني متوصل على السبلاي الاي سي والطرف الثاني متوصل على اللود. اللود ليه طرفين، في الدايره موضحه زي ما قدامكم كده. هنوصلها ازاي؟ طبعا السيستم بيبقى قدامنا بالشكل ده، ومرفق بعد كده فيديو بالتوصيل، فيديو عملي بالتوصيل. فهنرسم على اللاي اوت هنا كده، نشوف هنرسم ازاي. فين السبلاي؟ الطرفين بتوع السبلاي ده مثلا طرف، خد اي طرفين من دول وليكن لاين تو لاين او لاين تو جراوند. فليكن مثلا هاخد لاين تو جراوند، هاخد الطرف ده مع الطرف ده. نوصل ازاي بقى؟ اول حاجه هنوصل النقطه دي بدي كنقطه الاولانيه للصبلاه، والنقطه الثانيه للصبلاه ولكن هنستخدمها هي النقطه دي مثلا، هوصلها بالنقطه المساعده او هتعامل بيها على طول. لو انت جيت تبص بقى هتلاقي النقطه دي كلها نقطه واحده، واصله بالسيرستور ده، واصله بالترياك ده، واصله بالدايود ده، واصله بالسيرستور ده. على حسب انت هتوصل الطرف الثاني بتاع مين يبقى انت هتاخد مين. انا عايز من ده كله مين؟ محتاج السيرستور، السيرستور ده. فاوصل ازاي بقى؟ هوصل السيرستور بالنقطه المساعده. المره اللي فاتت كنا بنوصل الدايود اللي جنبه. طب ليه السيرستور ده؟ طب ما ينفعش مثلا اخد السيرستور الثاني ده مثلا، ما ده برضه سيرستور، او السيرستور الثالث. هو ينفع بس في المديول بتاع التجربه بتاعتنا ده ما ينفعش. ليه؟ لان المديول ده بيعمل تجارب كتير، وكل تجربه ليها مود في الكنترول عشان تطلع لك البالسز اللي هي تخص الكنترول ده. والمديول ده بختاره من خلال المديول ده، بختار المود بتاع الكنترول من خلال المديول ده. فالمديول اللي بيطلع بالسز بتاع الهاف ويف ريكتفاير بيطلعه على السيرستور ده رقم واحد ده بالاخص. وانت دايما هتلاقي جنبه لمبه كده بتنور عشان لما بيطلع فيه بلس بايه بينور. فانت هنا من خلال مود الكنترول هتختار مود، وبعد كده هتختار مود الكنترول ده، وبعد كده تضغط ستارت زي ما هتشوف في الفيديو الملحق دلوقتي. طب نكمل دايرتنا كده، احنا وصلنا ده بده، وصلنا السبلاي بمين؟ بالسيرستو. فاضل ان انا اوصل السيرستو باللود، واللود ارجعه تاني للسبلاي. فممكن ارجع اللود تاني للسبلاي الاول كده ازاي؟ هوصل سلك كده بالنقطه المساعده ديت، واوصل النقطه المساعده دي مثلا بالمقاومه، واخد اخلي اللود مقاومه مثلا. ويفضل ان انا اوصل السيرستور بمين؟ بالمقاومه. ادي السيرستور وصلته بالمقاومه. يفضل انك توصل في النقطه الاخيره ديت، طبعا اي نقطه من دول هتنفع، وينفع توصل السيرستور مباشره بالمقاومه. بس ليه بقى النقطه المساعده؟ في عندي هنا فيوز، لو في اي مشكله الفيوز هتحمي السيركت بتاعتي. فده توسيط الدايره. طب عايز اشوف الجهد الخارج. الجهد الخارج انت معاك السكوب فيه كذا تشانل، وليكن مثلا هشوف على الجهد الخارج على المقاومه. الجهد الخارج على المقاومه، فانت تشانل 1 بيبقى ليها بروب وليها ايه؟ جراوند. فانا مثلا هعتبر ان الطرف ده هو البروب، هوصله مثلا بلون تاني وليكن اللون الاخضر. هاخد ده اوصله هنا، واخد الطرف الثاني اوصله هنا وليكن ده الجراوند. هتشوف معاك الجهد الخارج، هتشوفه ازاي؟ هتشوفه زي ما انت اخدته في المحاضره كده، بيطلع هاف كنترولد و هاف كنترولد ريكتفاير. يعني بيطلع معاك نص سايكل الموجبه، النص السالب ما بيطلعش، والنص الموجب انت بتقدر تتحكم كمان في نقطه الاون زي ما هتشوف في الفيديو الملحق دلوقتي. ما تنساش ان مود الكنترول بتاع الدايره دي هو M1C، عشان لما تيجي تختاره منين؟ من الكنترول، الكنترولر الموجود معايا فين؟ في المديول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل النهاردة تجربة الكنترولد هاف ويف ريكتفاير. الكنترولد هاف ويف ريكتفاير، التجربة اللي فاتت كنا بنشتغل
ان كنترولد ريكتفاير، فكنا بنشتغل باستخدام الدايود. دلوقتي هستخدم السيرستور. طبعا السيرستور محتاج دايره كنترول تعمل له فايرنج، فهوصل دايره هاف ويف ريكتفايرز زي اللي انتوا حضراتكم شفتها في السكشن اللي فات او في المعمل اللي فات كده. انا وصلت السبلاي النقطه دي بالنقطه دي كده. انا خدت السبلاي بكام؟ 47 في 2 فولت كفيز فولتج. بعد كده هوصل السيرستور بالنقطه ديت. هاخد السيرستور رقم واحد لان دايره الكنترول دلوقتي زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي هتطلع البالسز على السيرستور رقم واحد. بعد كده هوصل السيرستور رقم واحد باللود. اللود هستخدم ريزيستيف لود. بعد كده هكمل الريزيستيف لود. السلك مش هيطول معايا لغايه السبلاي. هستخدم نقطه مساعده. ويبقى دي التوصيله كامله. اول حاجه هنشغل دايره الكنترول. هنختار مود. مود الهاف ويف ريكتفاير هو M1C. M1C المود بتاع الكنترول ده بيشتغل مع السيرستور رقم واحد. فانت لو شغلت اتنين او تلاتة مش هيشتغلوا معاك، لازم تستخدم السيرستور ده. هشتغل على مود واحد، بختار كلمة مود واعمل ستارت. اضغط على كلمة ستارت مود وبعد كده ستارت. مديني ايرور لان انا مش موصل السبلاي. فهنوصل دلوقتي السبلاي. هنوصل السكوب. معايا طرفين للسكوب. الطرف ده هقيس جهد الخارج والجراوند بتاع السكوب هوصله على النقطة التانية بتاعت اللود عشان اشوف جهد الخارج. فالسكوب الطرفين بتوعه، الطرف ده هوصله على النقطة رقم واحد في المقاومة، والنقطة رقم اتنين هوصلها على نقطة الجراوند. كده احنا جاهزين ان احنا نقيس الموجة باستخدام السكوب. رفعنا السبلاي. بعد ما رفعنا السبلاي اضغط ستارت. فكتب لي كلمة running. نشوف شكل الموجة. الموجة دلوقتي هاف ويف ريكتفايد زيها زي الدايود. طب عايز اغير بقى في زاويه الفايرنج، هتغير من البكره ديت. هتلاقي كده انا بعمل فايرنج في المقابل ليها، هتلاقي ايه معايا الاريا بتاعت الجهد بتقل لان انا بحرك الفايرنج للسايرستور زي ما حضرتك بقى شايف بالبكره. بقدر اغير في الجهد ده زي ما حضرتك شايف برضو زاوية الفايرنج مديها لي فين على الشاشة. ودي كده التوصيلة كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.